بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، كل عام وانتم بخير. النهارده هنكمل قصه توزيعات المعاينه. احنا كنا خدنا قبل كده توزيع المعاينه للوسط الحسابي للمجتمع اذا كان تباين المجتمع معلوم، ده بالنسبه للمجتمعات المتصله، وكنا بنستعمل زد بدلا من اكس بار. النهارده هناخد بقى ازاي نقدر نجيب توزيع المعاينه لمجتمع يتبع توزيع طبيعي بس التباين بتاعه يكون مجهول. لما يكون تباينه مجهول بنستعمل تي، وطبعا زي ما كنا خدنا الكشف بتاع تي بيخضع لدرجه الحريه، درجه الحريه دايما بتبقى ان ناقص واحد. بحول اكس بار الى تي، تي بدرجه حريه ان ناقص واحد، واكشف في الجدول بعد كده. بجيب تي دي ازاي؟ بطرح اكس بار ناقص ميو اللي هو الوسط الحسابي للمجتمع على الجذر التربيعي لاس تربيع على ان، حيث اس تربيع ماذا بتساوي؟ تباين العينه. واحد يسالني سؤال يقول لي يا مستر طب ليه هنا ما ضربتش فيه معامل التصحيح؟ ما ضربناش في معامل التصحيح لسبب بسيط، لان احنا ما عندناش سيجما تربيع عشان اقدر اجيب بيها السيجما اكس بار تربيع. انا بستخدم بدل سيجما تربيع بستخدم اس تربيع، تمام؟ وبالتالي ما ضربش في معامل التصحيح، ولذلك هتلاقي جميع المسائل بتاعتك هتكون مع الارجاع، وحتى لو قال لك بدون ارجاع هتكون مع الارجاع لما نجيب ان المجتمع كبير. تعال نشوف المثال ده كده. اوزان علب عصير تتبع توزيع طبيعي وسطه الحسابي 100 جرام. سحبنا عينه تشمل 9 علب. يبقى احنا عندنا كده اول حاجه الميو بتاع المجتمع ب 100، الان بتاع العينه وتباينها والتباين العينه هنا كام؟ 25. الان بتاع العينه تباين العينه بكام؟ ب 25، تمام؟ مع الارجاع اوجد احتمال ان يكون وسط العينه اكثر من، يعني اكبر. احنا عايزين احتمال ان وسط العينه اللي هو اكس بار اكبر من 103. هنحولها الى تي بدرجه حريه، يبقى احتمال بدل الاكس نكتب بدلها تي بدرجه حريه ان ناقص واحد، يعني 9 ناقص واحد، لان ان ب 9، تمام؟ اكبر من، نجيب قيمه التي اللي هي اكس بار اللي هو 103 ناقص ميو اللي هو 100 على الجذر التربيعي اس تربيعي اللي احنا اضفناه هنا اللي هو بكام؟ ب 25، ده تباين العينه، على ان اللي هو ب 9. يعني ده احتمال ان التي بدرجه حريه 8 اكبر من 3 1.8. لما نطلعها من الجدول ديت هنلاقي الناتج عندي، طبعا انا خلي بالك انا عندي اكبر، فطبعا يبقى اللي نفس الكشف اللي موجود عندي، يطلع الناتج 0.05 من الجدول بتاع تي. لو خدنا مثال تاني زي ده كده، مثلا مصنع ينتج 500 عامل، عدد العمال اللي في المصنع 500 عامل، يعني دول عدد عناصر المجتمع، تمام؟ والإنتاج يتبع توزيع طبيعي وسط الحسابي، إنتاج العامل الواحد يعني 15 وحدة، 15 وحدة. اخترنا عينة من 16 عامل، يعني اخترنا عمال
من المصنع عددهم كام عامل؟ 16 عامل مع عدم الإرجاع أو بدون إرجاع. فكان تباين إنتاجها، إنتاج العينة دي يعني 4، مع احتمال أن الوسط الحسابي للعينة أقل من 14، أقل من 14. طبعا هنرجع نعمل نفس القصة بتاعتنا. أول حاجة هو قال لي مع عدم الإرجاع، بدون إرجاع، لازم أتأكد بقى بدون إرجاع ولا بإرجاع، بدون إرجاع ولا بإرجاع. أعمل إيه؟ أول حاجة أروح أقسم إن الصغيرة على إن الكبيرة، إن الصغيرة ب 16 العينة اللي إحنا خدناها، وإن الكبيرة المصنع فيه 500، 16 على 500 يطلع 32 من 1000. طبعا واضح ان دي اصغر من 0.05، الزيرو زي الزيرو لكن التلاتة اصغر من الخمسة، وبالتالي يبقى اصغر، وبالتالي يبقى المجتمع كبير، وبناء على ذلك يبقى هيبقى مع الارجاع، يبقى السحب اللي عندي مع الايه؟ مع الارجاع. عايز اجيب احتمال ان الاكس بار اصغر من 14 يساوي احتمال، بدل اكس بار نحط تي بدرجه حريه عدد العينه 16، يبقى بدرجه حريه 15 اصغر من اكس بار 15 ناقص ميو لا اسف ده الميو هي ب 15، اكس بار ب 14، 14 ناقص 15 على الجذر التربيعي، التباين بتاعها اس تربيع لم نذكره، بتباين 4، اهو تباين 4 على ان اللي هو بكام؟ ب 16. نطلع الناتج، هتلاقي الناتج يطلع في الاخر معاك 0.025. حضراتكم تحلوا لنا واجب رقم 11 و 12 صفحة 165، واجب رقم 11 و 12 صفحة 165. وإلى اللقاء الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.